كل يوم يمر علينا حادث مروري أو أكثر. قد تساءلت وش أسبابها؟ حنا بحثنا عن الأسباب وكانت النتيجة اللي فاجأتنا، أن 90% من الحوادث سببها 5 مخالفات فقط. الانشغال بالجوال عن القيادة، عدم ترك مسافة آمنة كافية، قطع إشارة مرور حمراء، تغيير مسار السير المفاجئ، عدم الالتزام بأولوية الدوار. والحين بعد ما عرفنا الأسباب، خلونا نحاول نحمي نفسنا وغيرنا منها. وطن أجمل بلا حوادث.